لو حضرتك بتعاني من تأخر في الإنجاب أو إجهاض متكرر أو نزيف لفترة طويلة، أكيد هيهمك الكلام النهاردة عن المنظار الرحمي. إيه هو المنظار الرحمي؟ ده هو عبارة عن جهاز صغير خالص، سمكه من 5 مللي إلى 10 مللي، بندخل فيه من خلال عنق الرحم إلى داخل تجويف الرحم، وبنشوف ما بداخل تجويف الرحم. دي الصورة الطبيعية اللي بنلاقيها، ده الرحم من جوه، ودي فتحة قناة فالوب من الناحيتين اليمين والشمال. الصورة دي بتبين حاجة مش طبيعية. إيه هي دي؟ عبارة عن لحمية داخل تجويف الرحم. الصورة دي يمكن أوضح والصورة دي أوضح. دي بتحصل في حالات كتيرة من تأخر الإنجاب، وللأسف مش صعب نشخصها من خلال الأشعة التلفزيونية أو الوسائل التقليدية، وأحسن حاجة ممكن نشخص بيها اللي هو المنظار الرحم. برضه حالات كتيرة من الإجهاض المتكرر أو النزيف الرحم المتقطع بتكون مشكلتها بس وجود لحمية داخل تجويف الرحم. اللحمية دي ممكن تكون صغيرة، يعني 3 مللي، 10 مللي، 5 مللي، ممكن توصل سنت ونص. في المنظار الرحمي احنا بنساعد ان احنا نشخصها، ممكن بسهولة نشيلها والمشكلة تتحل ببساطة. دي مشكلة تاني بنلاقيها كتير برضو، بنلاقي ان الرحم مقسوم لنصين عن طريق حاجز رحمي. شايفين هنا في تجويف وهنا في تجويف، وده الحاجز الرحمي اللي في النص. ده بنلاقيه برضو في حالات كتيرة من تأخر الإنجاب والإجهاض المتكرر. بنشيل الحاجز الرحمي ده باستخدام جهاز الكي أو باستخدام المقص الجراحي، باستخدام المنظار برضو بدون فتح بطن. دي برضو من الحالات اللي بنلاقيها وجود التصاقات داخل تجويف الرحم، وبرضو بيتم التعامل معها عن طريق المنظار الرحمي. المنظار الرحمي حاجة بسيطة خالص، ممكن بتاخد دقايق بسيطة. طبعا لازم بنحتاج مخدر كلي، يفضل ان احنا بنعملها برضو قبل الحالات اللي داخله على حقن مجهري، عشان لو في اي مشكله من المشكلات اللي قلنا عليهم دول ممكن تكون سبب في فشل عمليه الحقن المجهري. اتمنى اكون فدتكم بمعلومه بسيطه عن المنظار الرحمي.